بالخوف خوف من الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس رسم شريف من بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا امين من مزامير سلامتين معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين وليفرح قلب الذين يلتمسون الرب ابتغوا الرب واعتزوا اطلبوا وجهه في كل حين اذكروا عجائبه التي صنعها اياته واحكام فمه نفوسنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما الى الابد امين. فلما علم يسوع ان الفريسيون قد سمعوا ان يسوع قد كون له تلاميذ كثيرين وانه يعمد اكثر من يوحنا مع ان يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه ترك اليهودية ومضى ايضا الى الجليل وكان لابد له ان يجتاز بالسامرة فاتى الى مدينة من السامرة تدعى سوخار قريبة من البيعة التي اعطاها يعقوب ليوسف ابنه وكانت هناك عين ماء ليعقوب فلما تعب يسوع من مشي الصريح جلس كذلك على العين وكان وقت الساعة السادسة فجاءت امرأة من السامرة لتملأ ماء فقال لها يسوع أعطني لأشرب أما تلاميذه فكانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا لهم طعاما فقالت له المرأة السامرية كيف وأنت يهودي تطلب مني لتشرب وأنا امرأة سامرية لأن اليهود لا يخالطون السامريين أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعرفين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطني لأشرب لكنت أنت تسألينه فيعطيك ماء حيا قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة فمن أين لك الماء الحي ألعلك أنت أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا هذه البئر ومنها شرب هو أيضا وبنوه وماشيته فجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا وأما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطشوا إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه له يكون فيه ينبوع يفيد حياة أبدية قالت له المرأة يا سيد أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أجيء إلى هنا لأملأ ماء فقال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي الى هنا اجابت المرأة وقالت ليس لي زوج قال لها يسوع حسنا قلت ان ليس لي زوج لانك تزوجت خمسة ازواج والذي معك الان ليس هو زوجك فهذا الذي قلته حقا
قالت له المرأة: يا سيد، أرى أنك نبي، آباؤنا سجدوا على هذا الجدار، وأنتم تقولون أن مكان السجود في أورشليم حيث يحل السجود. قال لها يسوع: صدقيني يا امرأة، تأتي ساعة فيها يسجدون للآب، لا على هذا الجبل ولا في أورشليم. أنتم تسجدون لمن لا تعلمون، أما نحن فنسجد لمن نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. لكن تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب إنما يطلب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق يجب أن يسجدوا. قالت له المرأة: نحن نعلم أن ما في الذي يدعى المسيح يأتي، ومتى جاء فهو يخبرنا بكل شيء. قال لها يسوع: أنا هو الذي يكلمك. وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ومع ذلك لم يقل له أحد: ماذا تطلب؟ أو لماذا تكلمها؟ فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: تعالوا انظروا، هذا الإنسان الذي قال لي كل ما فعلت، فلعل هذا هو المسيح. فخرجوا من المدينة وأقبلوا إليه، وسأله تلاميذه فيما بينهم قائلين: يا معلم قم تقول. فقال لهم: إن لي طعاما أأكله لستم تعرفونه أنتم. فقال تلاميذه بعضهم لبعض: ألعل أحد أحضر له ليأكل. قال لهم يسوع: طعامي أنا أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. ألستم تقولون أنه بعد 4 أشهر يأتي الحصاد، وها أنا أقول لكم: ارفعوا أعينكم وانظروا إلى القرى، إنها قد بيضت للحصاد. الذي يحصد يأخذ أجرته ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، لكي يفرح الزارع والحاصد معا. فأن في هذا يحق القول: أن واحد يزرع وآخر يحصد. إني أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبه. فآمنا به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة الشاهدة له: أنه قال لي كل ما فعل. ولما أتى إليه السامريون طلبوا إليه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به جموع كثير أيضا من أجل كلامه، وكانوا يقولون للمرأة: لسنا من أجل كلامك نؤمن، فإنما نحن أيضا سمعنا ونعلم حقا أن هذا هو المسيح مخلص العالم.
بسم الله وربنا وراء القدس الاله الواحد امين. حديث ربنا يسوع المسيح مع المرأة السامرية حديث ممتع وشيق ومفيد جدا. خلاصة الحديث كله هو ما شهد به اهل السامرة في اخر الاصحاح: نحن نعلم حقا ان هذا هو المسيح مخلص العالم، هو جاء لكي يخلص العالم كله. وخلاص العالم يا احبائي ليس بالعمل الهين. صحيح في ناس كتير بتصنع الخير وبتقود ممالك ودول لانقاذها ولسعادة البشرية، لكن خلاص العالم ليس بالامر الهين. وأراد الوحي الإلهي أن يقدم لنا نموذج في شخص السامرية عن كيف يعمل الله مع العالم كله على المستوى الفردي. احنا بنبص دايما للأعمال اللي هي تخص بلد مملكة، لكن ما بيخطرش بذهننا ان الله بيعمل بطريقة فردية مع كل واحد لكي يعطي هذا الخلاص، ولكي لا يبدو امامنا ان امر الخلاص امر هين، رغم ان المسيح جاء لكي يصلب على العالم وليأخذ البشرية. فالناس افتكرت ان المسيح مدام مات عن العالم والطلب وآمن الأموات يبقى الخلاص، كل حاجة انتهت والأمر أصبح بالأمر الهين البسيط. لكن الوحي الإلهي النهاردة بيعرض لنا صورة إنسانة من العالم المسيح واقف أمامها، والجهد اللي بذله معاها عشان خاطر يقدر يخليها تتمتع بهذا الخلاص. ما هو ممكن جدا ان احنا نقول المسيح جه للعالم ومات من اجل العالم وفاد العالم، لكن مش بسهولة ان نستقبل هذا في حياتنا. حتى الناس اللي هم يعني يعرفوا عن هذا الخلاص، والمسيح رب المجد في نقاشه مع المرأة اكدت له ان هي تعرف حاجات كثيرة عن الموضوع ده، قالت له ان احنا في انتظار المسيح. صحيح في وقت خلاف بيننا وبينكم، انتوا بتقولوا هيجي من اليهود واحنا بنقول هيجي هنا عند بير يعقوب، لكن نحن كلنا في انتظار المسيح، وعندما ياتي المسيح سيعلمنا امور كثير. ايه رايك في الست دي؟ متدينه ولا مش متدينه؟ وتعرف عن الخلاص ولا ما تعرفش؟ تعرف، لكن تعرف شيء بالكلام؟ ووصول هذا الخلاص الى اعماق نفسها موضوع اخر، موضوع كبير خالص. النهاردة المرة دي نسمع عن السامرية، المرة الجاية عن المخلع بقاله 38 سنة. دي صورة اخرى ان 38 سنة شلل عشان تدب الحياة في انسان مشلول بقاله 38 سنة. فما احنا عارفين المسيح جه ومات وفدى البشرية عشان تنقل القوة الجبارة دي، قوة الصليب، هي قادرة ان تقيم انسان بقاله 38 سنة وبقاله 100 سنة وتقيم ميت كمان، عشان تنقلها جواه ديت عملية صعبة. احنا شفنا معجزات كتير عملها المسيح، واول مسلوق واول ميت، لكن حتى السامرية من حوادث اللطيفة اللي توري في ديالوج لطيف كده ايه اللي حصل، ايه اللي في قلب المسيح بالنسبة للنفس ديت، وايه الجهد اللي بيبذله وبيعمله عشان يقدر يوصل لها الخلاص. الحقيقة هم ما تلقوش عند البير بتاع يعقوب فقط، انما المرأة دي انا في خيالي كده اهتيالي هي كانت في قعر البير، واحد والبير ده عميق جدا،
واحد واقف على البير من فوق وبيقول الخلاص سهل وتم، ممكن يلي جوه البير تحت ارميلك حبل او اي حاجة، يعني البئر عميقة جدا وتطلع، والراجل اللي جوه البير تحت بير، صدقني بير بالظبط، يائس وما عنديش امل في النجاة وخلاص تأقلم على هذا الوضع ومنتهي لما حياته تنتهي زي ما تنتهي في بير. يعني المسيح مش بيكلم انسان كده يعني كلام عادي، ده بيطلعها عاوز يغير افكارها وعاوز يغير مشاعرها واحساساتها. ايه العائق في العملية دي كلها؟ الحقيقة احبائي لما اتخلق الانسان اتخلق على صورة الله ومثاله، كان اتخلق من طين وكان مادي وكان عايش في الجنة وكان بياكل ويشرب ويفلح في الجنة وبيعمل فيها كل حاجة، لكن كان في حتة لطيفة في الانسان ده ادم الاول، كان يسمع صوت ربنا كل يوم مع ريح الصباح، كانت دي الاكلة الشهية بتاعته اللي يستناها كل صبحية ويسمعها لإحساس روحي. ولما يقولك الكتاب المقدس انه هو كان يسمع صوت ربنا مع ريح الصباح، ارجو ان انت يعني تقف واقفة عند الحتة دي تقول يعني كان يسمعها بودنه ولا كان يشوفه بعينيه؟ والله روح ما يتشافش، والروح ايضا ماليش صوت عشان يستمع، وكان بيسمعه ازاي؟ يجوز في ادم ده كان في حاسة تانية غير الحواس اللي احنا موجود زي معانا النهاردة، كان بيقدر يشوف بيها ربنا وبيحس بيها. هو برضو المسيح رب المجد لما احلنا في العهد الجديد ان ممكن رؤية ربنا، بس مش بالايه، الانقياء القلب يعينون الله، وقال للناس ان انتوا لكم اذان ولا تسمع، مع انه ودنهم بتسمع كل حاجه. يجوز الطبله بتاعه الودن دي بتقبل موجات او ترددات معينه، يعني مثلا ممكن يكون في بعض المخلوقات الثانيه تسمع صوت البني ادم ما يسمعوش، لان الودن ساعتها تسمع في تردد ثاني. يجوز الانسان فقط حتى عنده من الحواس ما بقاش يقدر يحس بيها بربنا، ولا بيحس بيها لا بصوته ولا تلامس معاه، اللي احنا بنسميها في مفهومنا العادي الروحانية. يجوز الانسان بعد سقطته ابتدى يشتغل في الارض ويفلح ويجيب العيال ويشتغل فيهم ويجوز العيال ويخلف العيال ويعمل المستقبل ويتكون لهم ويأمن نفسه، وابتدت الحتة دي بقت هي اللي شغلاه، ازاي يعيش في امان وازاي يضمن حياته وصحته اولاده وبيته ويحوش كمان ويكون للمستقبل ويرتب. الانسان دخل جوه البير ده، جوه البير ده ابتدى ربنا يتكلم للانسان، يرسل الانبياء واحد ورا الثاني ان يسمعوا الصوت ده، هم جوه البير تحت خالص. الانسان النهارده بقى في بير خالص. وانا مش بتكلم على السامريه، ده التلاميذ نفسهم اول ما جم قالوا له حديث كان غريب جدا، ولا بيفهموا بعض ولا سامعينه، وهو بيتكلم برضه هم كانوا في بير اخر. قالوا الا شفتم؟ قعدوا يتغمزوا مع بعض، شفتوا حصل ايه؟ حصل ايه؟ قالوا كان واقف يتكلم مع امراه. ما علقش الكتاب عن الكلمه دي، ولا رب المجد يسوع علق على النقطه. وبعد كده اختار حديث ثاني، قالوا له تجيب لك تاكل؟ قال لهم انا النهارده شبعان جدا. قالوا اه لازم الست دي جابت له اكل، قال لازم حد جاب له اكل وراح فيه. قال لهم لا انا عاوز اكلمكم على اكل تاني. قالوا لهم انا عرفت غير اكل واحد. قال لهم طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني واتمم عمله. قالوا لهم ما نفهمش بتقول ايه، يعني نعرف حاجة واحدة، نعرف ان البني ادم له معدة وبياكل عيش، وبيتكلموا النهاردة عن ازمة العيش والمجاعات اللي في العالم، ولازم يوفروا خبز واكل، فالمعدة دي تتملي اكل يبقى الانسان شبعان، ما تتمليش اكل يبقى الانسان جعان. هذا اللي نفهمه. قال لهم هي دي مشكلتي، انا هموت على الصليب وهفديكم بدمي وهقوم من اجلكم، لكن مين هيفهم الكلام ده؟ وفين الحاسه الروحيه اللي تستوعب هذا الكلام؟ ايام ما ظهرت العذراء في الزيتون ياما سمعنا كلام، ومن المصطلحات اللطيفه
يعني أنا في الوقت ده كنت سافرت شيء كان طبعا ظهرت في مصر ومصر واليهود كمان يعني من كل ناحية يعني بره مش بسهولة يقبلوا الظواهر الروحية عاوزين حاجة كده يلمسوها بأيديهم زي العلم كده وزي الحاجات المحسوسة. فاتريقوا لما شبعوا مرة قالوا دي ظواهر روسية لأن روسيا كانت في الوقت ده لها شأن في مصر ومرة قالوا ده دجل بتاع الشرق لكن ربنا من الحاجات اللطيفة لم يترك نفسه بلا شاهد. في رجل كبير في السن كاثوليكي عجوز الرجل ده بيبحث في موضوع شغله زي ما ناس ساعات تقعد ايه تاخد موضوع في اكتشاف تقعد تشغل فيه بيبحث في ايه في مجيء المسيح الدجال امتى هيجي المسيح الدجال ده. ففي بقى هم يصدقوا في الحاجات دي كتير. ففي واحدة كانت تنبأت ان المسيح الدجال هيجي سنة 62 1962 تنبأت نبوتين واحدة تمت واحدة ما تمتش. النبوة الأولانية تنبأت ان كينيدي هيتقتل. النبوة الثانية قالت المسيح الدجال هيجي سنة 62. فلما حصلت الزيطة دي فالراجل ده قال بس تعرفش مخه راح كده ازاي قال لازم المسيح الدجال ظهر في مصر سنة 62 ودلوقتي 68 ولا بقاله 6 سنين فابتدى يعمل اللي ايه الشوشرة ديت والدوشة ديت. هو كان راجل مليونير وانا زرته شخصيا وبعدين راح بعد قسيس كاثوليكي واداله فلوس كتير وقال له روح شوف لي حكاية المسيح الدجال اللي ظهر في مصر ده. فجه الراجل وشاف بنفسه وكتب كتاب من اروع ما يمكن ونشر على نطاق واسع جدا عنوانه سيدتنا العذراء مريم ترجع الى مصر وشهد شهادة غريبة جدا والراجل ولا كان يفكر في العذراء ولا يفكر في حاجة لكن الله استطاع ان هو بطريقته الخلاصية العجيبة ازاي يوصل الروحانية للناس دولك اللي بيفكروا في كل حاجة لكن يصعب عليهم ان هم يقبلوا ان ممكن الست العذراء او ممكن الديسين يكون لهم ظواهر روحية في الكنيسة. احنا في بير النهاردة بير البير بتاع السامرية ده البير ده كله حياة مادية بس قول له يشوف الفرق بين اتنين بيتكلموا مع بعض هي بتكلموا عن يعقوب وهو المسيح. شوف الفرق بين يعقوب والمسيح قد ايه. يعقوب مهما كان اب الاباء هيطلع ايه يعني فريح المسيح ما يعقوب يعني لكن بتقول له احنا ولاد يعقوب ومسكه في يعقوب دي مثبته خالص ولا لا تعرف حاجه ولا بتاع لكن مجرد تعصب اعمى مالي عينيها كده احنا ولاد يعقوب. والمسيح بيتكلمها عن السماء وعن الايه وعن مجيئه من السماء. هي تقبل ان هي تكون بنت يعقوب وده افضل ليها لان يعقوب خلف كتير وكان عنده مواشي كتير وجاب بير وسأل مواشي والحكايه بقت كويس. لكن المسيح اللي جاي من السماء ده جاي يجيب حاجات روحيه. الفرق بين الحياه الماديه والحياه الابديه هي نفس الفرق بين يعقوب وبين المسيح او بين السامريه وبين اللي في اعرى البير وبين اللي في الفوق. الفرق بين الحياه الماديه النهارده عاوزين كلام حتى في الكنيسه وحتى في حياتنا وحتى واحنا بنقرا الكتاب المقدس عاوزين كلام كده يتفق مع مستوانا المادي النهارده. عاوزين تاكيدات ان احنا هنعيش في امان واطمئنان لكن تكلمونا عن الحياه الابديه وعن الحياه الاخرى وعدم الاهتمام بالغد وان المسيح معانا وهيرتب لنا وتكلمنا على الامور السماويه ده صعب النهارده. تكلمنا عن الخلاص النهارده. الخلاص انا اعرفه النهارده ان جوانا تصريح كنايس نبني كنايسنا مثلا او الخلاص مثلا ان هم ما يدعوش واحد في وظيفته ولا حاجه ولا مشكله معرفش مستشفى ايه ولا مشكلتي الكلام ده هو ده الخلاص. لكن الخلاص في دم المسيح والصليب والموت عليه ما هو ده بعيد مش واضح لينا. احنا في بير 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 عميق جدا نطلب كل شيء من المسيح ما عدا الخلاص بتاعه على الصليب. مين يشهد قدام ربنا النهارده واحنا في الكنيسه ان فكره وحياته مشغوله بالخلاص الحقيقي وبموت المسيح على الصليب وانه دايما فكره يسرح في هذا المنظر ولا يغيب عن ذهنه. مين مننا يشهد بامانه دلوقتي امام الله انه مشغول بالحياه الابديه اكثر من انشغاله بالحياه الماديه اللي على الارض. مين يشهد ان هو مشغول بالابديه اكثر من انشغاله بالامور الماديه اللي موجوده على الارض.
انا ما قلتش ان ادم لما كان في الجنه ما كانش بياكل وما كانش عايش، كان مبسوط خالص، لكن كان عنده حاسه كانت موجوده انه كان بيقدر يميز صوت ربنا ويسمعها كل يوم مع ريح الصباح. الحاسه دي راحت فين؟ ده في قلب الكنيسه ممكن يكون حديثنا عن الماديات، كنيستنا جابت كذا وصرفت كذا وفضل عليها كذا وقدامها مشاريع كذا وهتعمل كذا. الحديث النهارده عن الخلاص بدم المسيح او الحديث النهارده عن الامور الروحيه صعب 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 جدا، لان الانسان الحاسه الروحانيه بتاعته دي ابتدت يعني زي تغيب. لذلك احبائي الخلاص صعب مش سهل، رغم ان الناس بتاخد ساعات الموضوع ده بالبساطه وبسهوله، تقول لك المسيح جه ومات وفدى البشريه وخلصنا وخلاص. الخلاص مش ان انت تقول ان انا خلصت ولا حاجه، الخلاص ان تتقلب يبقى عندك الحاسه اللي تستطيع ان تدرك ما اراد الله ان يقدمه ليك انت شخصيا. الفرق بين الميه اللي يقدمها اللي بتشربها الست والفرق بين الميه اللي هيقدمها المسيح. المسيح هيقدم ميه من جنبه، هيقدم روحه القدس الروح بتاعه، هي دي الميه اللي بتتكلم عليها وهي بتتكلم عن الميه الماديه. الفرق يا حبيبي يا عزيزي بين حياتك اللي عماله تشرب من العالم وحياتك اللي تبتدي تشرب من المسيح. ما هو ساعات انت بتحس برضه بالنزعه الروحيه دي، ساعات لما بتقرا حته لطيفه في الكتاب المقدس او بتسمع كلمه حلوه من ربنا او بتشترك اشتراك كويس في شركه كويسه مع ربنا بتحس ان انت شبعان. ما هو ده شبع. ما هي المراه كانت افتكرت المسيح بس يكون عطشان، فقالت له ما فيش ليك بير، اما ليك السبل والبقره عميقه. قال لها انا هدي ميه، بس احنا مختلفين كتير، لان انت فاكره ان الميه هي الميه ديت اللي في الدلو بتاعك، وانا بقول ان الشبع شبع روحي مش شبع مادي. التلاميذ فاكرين ان الاكل هو العيش اللي هيجيبوه، والمسيح بيقول لهم ان طعامي اعمل مشيئه الذي ارسلني. فانت ممكن برضه ممكن يكون طعامك المادي، ولا تقول لا ده انا طعامي اعمل مشيئة التي ارسلني. ابتدى تبقى في لمسة روحية في حياتك بتحس دايما ان انت عاوز تتمم مشيئة ربنا، تدور على مشيئته في الكتاب المقدس وتتممها، يبتدي النزعة الروحية دي تبتدي تكبر في حياتك، وتبتدي انت تحس تتولد عندك الحاسة اللي تقدر تستقبل بيها صوت ربنا، صوت ربنا في حياتك، وتبتدي تحس ان كل الامور اللي حواليك بتشتغل لخلاص نفسك ولخلاص البشرية وللخير، وابتدي عينيك كده تتغير زي واحد على عينه بشاوة ابتدى تزول، ابتدى يفكر تفكير تاني، ابتدى مخنا يتجسد، ابتدى يفكر تفكير روحي، ابتدت عينينا تشوف حاجات تانية. الناس بتشوف كل حاجة سودة واحنا شايفين كل حاجة بيضة. ابتدت ودانا بدل ما تتلذذ بحاجات عالمية مادية تعبانة ابتدت تتلذذ بصوت ربنا وتحس بنغماته الحلوة، تحس بواقعات رجليك جميلة. ابتدت عينينا بدل ما تتلذذ بمناظر ما تشبعش، انت عارف الايام دي كل يوم شيء جديد، فالعين ما بتشبعش من نظر على رأي سليمان الحكيم. ابتدت عينينا تشبع من المناظر الحلوة، من صورة الصليب، من صور المسيح الجميلة اللطيفة اللي بتتغرس في عائلنا وفي حياتنا. ابتدت عينينا تشتهي المناظر السماوية والمناظر الابدية. يا اعزائي ده حق، وانا مش بتكلم على حد، اتكلم على نفسي اولا. احنا كبير كبير خالص، احنا كبير، وادركنا للامور اللي خاصه بالمسيح واللي خاصه بخلاص حياتنا عشان نشهد نقول ان المسيح مخلص العالم لسه بعيد خالص. احنا النهارده في طغيان للعالم المادي على حياتنا لدرجه ان هو بيفقدنا الحسيه اللي احنا نستطيع ان احنا نرى الخلاص في كل كلمة من كلام المسيح ونحس بيه ان هو موجود معانا. شفت عبد ايه عشان يوصل للمرأة؟ اولا هي امرأة مادية زينا، وهي دارسة الكتاب وبتعرف برضه عن دير يعقوب وعن مجيء المسيح زينا بالظبط. والورقة ديت مجهولة، تصحى الصبح تجيب مية وتودي مية وتجيب مية وتمضي مية. وبعدين هي غصب عنها، هي امرأة لها شهواتها برضه، فهي اضطرت انها تتجوز، والشريعة بتسمح لها احيانا، وتخطط الشريعة كمان شوية، اتجوزت مرة واثنين وطلقت واتجوزت إلى آخره. زي امرأة عادية. المسيح عشان يخش الواحدة زي دي يبتدي يكلمها عن روحانية، تقول له لا فين وفين؟ قال لها تدعيني أنا هديكي مية، المسيح بيتكلم بسلطان، جربيها مرة واحدة، اشربي منها مش هتعطشي في الطبهات.
قال لها طيب روح هاتي جوزك وتعالي. قالت له كده كده تفكر شويه، انت بتخش في حاجات شخصيه. لا ما هو كده، هديك الميه ازاي؟ الميه دلوقتي احطها في جردل مخروم، ما هي تمشي على طول. ما انت الاول لازم تبتدي تسدي النوافذ الوحده اللي بتخش منها بقيه حياتك. انت ليك خمس ازواج ولا معاكي مش زوجه؟ انت مش عرفت، انت بتخش حياتك الشخصيه. لا هو ده الخلاص، خلاص انا ادخل في حياتي الشخصيه. وانا ما بقصدش المسيح مش عاوزنا نبقى يعني موظفين عنده او يعني مستعبدين بيه ابدا، ده هو عاوز يسعدنا. بيقول لنا يا جماعه انتوا تشربوا من ميه مش هتشي بعض، انا هقدم لكم ميه كويس. قلنا له طيب ماشي. قال لنا بس لازم كمان يكون الحته اللي تتحط فيها الميه ديت مش مخرمه كده، احسن الميه دي تتبحر. قلنا له طب نعمل ايه؟ قال حياتك تبتدي تتغير. تتغير ازاي؟ قالوا تيجي تعترفهم وتتقدموا كده، ولما تعترف تطلع كل الحاجات اللي موجوده الوحشه ديت، تقوم الميه تنزل بيه. قال هو انا مش قادر اعترف. قال انا ساعدك. قال يا امراه روحي هاتي زوجك. طب مش معنى السؤال ده؟ لان المسيح اكثر من مره بيساعدنا ان احنا نفضي الحاجات اللي موجوده جوه. كل اللي بينكشها بموضوع او جزء يعني بيجي لها على النقطه الدقيقه اللي ممكن تفضي اللي عندها جوه. الوقت جه يا احبائي عشان نفضي اللي جوه ونستقبل الميه الحية الحلوة. الوقت جه عشان نبتدي نشرب من المية اللي ما تعطش، المية اللي تشبع النفس. وبلاش الحاجات التانية دي، مية العالم مش شربنا منها كتير. وابتدى ربنا يسوع المسيح يكلمها عن داخليتها، وابتدى تتكسف الاول شوية، بعدين طب نعترف بقى وخلاص. قالت له انت بتعرف كل حاجة؟ لا انا عارف كل حاجة، بس فاضل ان انت تجيلي وانا هسامحك بكل حاجة ومتعك بالخلاص. لكن طول ما انت بعيده كده مش عاوزه تعترف فمش هتتمتع بالخلاص ابدا. قالت له كل شيء. قال لها خلاص خدي ميه بقى واشربي. قالت له طيب العباد ازاي بقى؟ قالت له نسجد عند بير يعقوب. قال لها تاني فكره مجد. قالت له ولا في اورشليم؟ بيسجدوا ازاي؟ تعرفش تعرفني الفروض بتاعت الصلاه ازاي تكون؟ والسجود يكون ازاي؟ والواحد لما يقف يصلي يعمل ازاي؟ والحركات اللي يعملها ازاي؟ قال الصلاه دلوقتي عند ناس كتير بقى شويه حركات. قال لها اسمعي يا ست، الله طالب الساجدين بالروح والحق. وابتدى لاول مره يديها مفهوم جديد ان السجود يكون سجود روحي. احنا نعرف ان السجود بالجسد. قال لا السجود بيبقى بالروح. حاجه عجيبه قوي. سجود بالروح، هي الروح بتعرف تسجد؟ قال اه تسجد. والجسد يسجد كده تبص تلاقي الروح تنسكب وتنسحب. ده احنا مفهوم السجود عندنا ان الراس تتحط في الارض كده يفتكر الانسان سيتضع وينسحق ويفتكر انه تراب، وبعدين يقوم نعمه ربنا تقومه كده في كل مره يقوم. فالسجود حركه روحيه مش حركه جسديه. قالت له اه بقى السجود دلوقتي مش سجود بالجسد. قال لها لا ما هو اللي ساعدنا ان حتى عبادتنا اصبحت واخده مسارها الجسدي والواجبات والفروض، والنهارده بس عشان يوم الحد نيجي الكنيسه وبتاع، لكن الله عاوز حركه روحيه داخليه. امال هديك الميه ليه؟ الميه اللي هديها لك دي هي الروح القدس. فانت تبتدي تشغل الميه دي تفتح القنوات بتاعتها، فلازم حياتك تبقى حياه روحيه. ابتدت المراه تطلع من جوه البير، هي كانت غطانه خالص. طلعت كده ابتدت تشم ريحه المسيح. قالت له اتكلمني بقى عن المسيح اللي هيجي من فوق ويقول لنا بالامور اللي احنا ما سمعناهاش خالص. قال لها انا هو قدامي وانا في متناول كل انسان، وسهل جدا كل انسان يتمتع بيا ويسعد بيا، وانا جاي عشان اسعد البشريه، وانا جاي عشان خاطر اشبعها، وانا جاي عشان اخلصها. الناس مش شايفاني ليه؟ لان في وسخات جوه، لان في غمامه على العين، لان في حياه ماديه لا هي الانسان. لكن جه الوقت يا احبائي ان المراه ديت تفتح عينيها كده تشوف شيء جديد. مش ده انسان زي بقيه الناس اللي شافتهم ولا اتعاملت معاهم في حياتها، شافت الروحانيه فيه. ابتدت تتولد عندها حاسه جديده، وده اللي انا قصدت بموضوع النهارده بنعمه المسيح نتكلم فيه، ان تتولد عندنا الحاسه الروحيه اللي تبتدي في حركاتنا الماديه في وسط العالم المادي تبقى عندنا حاسه روحيه، وعندنا عين روحيه، وعندنا نظره روحيه للامور، وعندنا نظره روحيه للمستقبل، وعندنا نظره روحيه لصليب المسيح، عندنا نظره روحيه للابديه، عندنا نظرة روحية لكل الأحداث اللي بتجول حوالينا، سواء كانت الحياة المادية أو الموت أو الانتقال. كل الأمور دي تبتدي تدخل في مفاهيمها اللي عاوز المسيح يحطها فيها.
بسهولة هنقبل الخلاص بتاع المسيح، وهنصرخ ونقول بالحقيقة المسيح مخلص العالم، وسيدخل المسيح إلى حياتنا ويملك على قلوبنا بحق ملك روحي، ونقول إن احنا في ملكوت ربنا يسوع المسيح، وإن احنا فعلا مملكته، وتبتدي الأمور الروحية تشغل بالنا، وأحاديثنا تبقى أحاديث روحية، ونبتدي نحذر كل الحذر إن عبادتنا وأحوالنا في الكنيسة وشغلنا يبقى كله بيدور في فلك مادي. لا، الكنيسة ما كانتش كده ماديا، كنيسة المسيح، المسيح في أيامه لا بنى كنيسة ولا عمل مؤسسة ولا عمل كل الحاجات دي، لكن كان بيعمل كل عمل روحي في حياة النفس البشرية. إذا كنا احنا النهاردة لنا كنيسة حلوة بنتعب فيها، مش معنى كده ان هي تشغلنا، على ان المقصود ان احنا ندخل ونتلاقى مع المسيح ونعيش معاه. الهنا الصالح ينشلنا من البير اللي الظروف حطتنا فيه في هذا العصر المادي، ويمتعنا ان احنا نعيش في لقاء حلو مع المسيح زي ما عاشت مع السامرية، ببركة ام النور الست العذراء اللي بنحتفل بها النهاردة. لإلهنا المجد الدائم ابدا.